طب سيبك بقى من الإعلام والصحافة وكلمني عن تربية الأطفال والشباب، وإزاي كانوا بيشتغلوا زمان في الصيف حتى لو مش محتاجين، ولا كمان بقى موضة منع الضرب من المدارس اللي كانت على أيامنا ولا سجن أبو غريب. والله أنا أفتكر كان كل مدرس مشهور بسلاح معين، كنا جماعة اللي يضرب بالكرباج، اللي بيعلق من الودان، اللي بيقرص من اللباليب، رغم أن أنا كان نفسي عندي فضول أعرف إيه هو التعريف في المعجم بتاع اللباليب دي. ورغم كده لغاية النهاردة بنحب ونحترم المدرسين دول جدا. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس، اعربي يا ألف. لم أداة جزم. كمل. يستطيعه فيرب مدرم يستطيع إيه يا أخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد. هي يعني ما وصلتش الألفت بس كنا بنتضرب جامد، الحق يتقال يعني. لا بص أنا اختلف معاك في دي، الطب النفسي أكد خطورة الضرب على نفسية الأطفال، وكمان برضه اختلف معاك في تشغيلهم، كل سن وله متطلباته. يعني أنا شايف إن السن ده أفيد لهم يلعبوا رياضة، ياخدوا كورسات في حاجة معينة، في حاجات تنمي قدراتهم، ده رأيي. والله التفكير ده هو اللي خرب الدنيا أساسا ومطلع لنا عيال خايبة ولا عارفة تعمل حاجة ولا تتحمل مسؤولية، وآخرهم يتجوزوا ويطلقوا بعد كام يوم. وهو لو كل واحد فينا حاول يخلي ولاده يشتغلوا من وهم صغيرين ويتحملوا مسؤوليه زي ما الواحد اتربى، اكيد هيطلعوا له رجاله، اكيد هيكون افضل من الوضع اللي دلوقتي يعني. وانت بقى يا ترى سيادتك كنت بتشتغل ايه بقى وانت صغير؟ والله انا عن نفسي كنت الحمد لله من عيله ميسوره الحال، وبس ابويا رباني قال لي انا هربيك زي ما اتربيت. كان دايما يحكي لي يقول لي انا كنت شغال عند عمي، فكنت اساله ليه، طب ما يعني جدي الله يرحمه كان كويس. يقول له لا، ابوه قال له لا انا عايز اضمن ان انت ما تعيش دور ابن صاحب المحل بقى وتتنطط، لا تشتغل عند عمك عشان تبقى عامل عادي. عشان كده والله كنت بشتغل في الصيف من رابعه ابتدائي، وتعلمت ازاي ابيع واشتري واقنع الزبون وابيع له اكبر قدر ممكن، وكنت باخد بقشيش 5 صاغ وربع جنيه ده لو زبون يعني فييس قوي. وفضلت اسافر في العادي جدا مصر اسكندريه وانا في اعدادي، وحصل فلوس واتسوق واسافر لغايه ما وصلت الجامعه، كنت عملت لي قرشين وبدات بيهم مشروع صغير، واصلا بطلت اخد مصروف وانا في الجامعه، وكل ده الغرض منه بس اني ابقى راجل، مش عايز اي حاجه تانية. انا حاسس اني قاعد مع عبد الغفور البرعي مش احمد سالم. لا طب قول بقى الحاج بتولي، انت هتودي نفسك في داهيه كده وليش دعوه انت حر. لا والله بتكلم بجد، لازم نعود ولادنا على الشغل، لازم نعودهم على تحمل المسؤوليه عشان ينشفوا شويه، لازم نربيهم يعني بغلظه او بقسوه او يشوفوا حاجات في يعني توجعهم شويه عشان يعرفوا يعيشوا بعد كده في الزمان ده. مين ده اللي ينشف يا صاحبي؟ طول ما بص طول ما هي مامي رايحه جايه توصل محروس التمرين واطول منها وتشتري له طقم العيد وهو اصلا في الجامعه، يبقى مفيش فايزه ولا في امل. فايزه وامل دول اتبهدلوا معانا. ده انا ابني الصغير جاي يقول لي انا عايز موبايل بكام 1000 جنيه، قلت له يا ابني ده انا لما ابويا جاب لي ساعه كاسيو بتنور نمت بيها تحت السرير اسبوع عشان اختبرها. لا انا بقى كل ما ابني يقول لي انه بياكل دونتس وهوت دوج وفرنش فرايز وكب كيك في كانتين المدرسه، اي فيل لايك كده اني اتربيت في ملجا ايتام، اتخرجت من اصلاحيه فيكتوريا كوليدج، ودايما افتكر سندوتش الفول بتاع عم بشر ده كانوا الخمسه بربع جنيه، يعني الخمس سندوتشات واحد بخمس صاغ. ولا الدوم، كنا الدوم ده بقى نشتريه ويدغدغ سناننا كل ده عشان نلعب بيه كوره. باكو بسكوت كان بريحه الصابون كده تحفه، اللوليتا الملونه، عصير، العصير ده كان عصير بيست بتاع زمان، ده كان عايز بطل العالم في الرمايه عشان حاجه واحده بس، ينشن الشاليمو اللي هي كانت الشفاط على ايامنا يعني في الخرم بتاعها مظبوط، ومحسوب بقى كان ملك الموضوع ده. والله ايام. اه والله.